وتلاتي. احنا نساهموا ماشي ما كنساهموا، نساهموا معنيا وماديا. اقسم لك بالله الا هذه قريب شهر ولا اخويا الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. الدعوة مزيانة. يطمروا الماء. يا بلاتي. ارتاحت ها بعد شفتها والله. ما تروح واحد من المجموعة تكلم. يلا يلا سي يلا. لا بلاتي حتى شد عليه شد. ها هو ها عيش معايا عيش معايا اللهم بارك تبارك الله. اخوي تبوك عبد الله راني هيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا أنا كنت واجد هنا منطقة تغسروت اليوم الثاني من هذه الوعدة. هذه يعني تعتبر تقريبا الوعدة الكبرى تقريبا في الوعدات اللي في المنطقة الشرقية. تقريبا كيديروا فيها يومين، البارح داروا أمسية دينية واليوم الوعدة اللي غادي تكون يعني للعموم يعني جميع المناطق وجميع الدوائر مدينة بركان. إن شاء الله غادي تعيشوا معنا الأجواء كما العادة كما الفيديو الأول وكما الوعدات السابقة. نوريكم كاع الاجواء ديال هذه الوعده اللي دارت هنايا ديال الوعده تغسروت، يعني معروفه بوعده القزاره. كما تشوفوا روح العدد كبير ديال الناس اللي جاوا حاضرين هذه الوعده هذه في السطح في السطح على برا يعني في المسجد في كل شيء يعني عملوا عن اخره. يعني جات واحد العدد كبير ديال الناس اللي حاضرين هذه الوعده هذه اللي تعتبر من اكبر الوعدات او الصدقات في المنطقه الشرقيه. والله يجازيهم بخير وتحيه لهاد الناس المحسنين اللي تبرعوا دائما بهاد الوعدات هذه واللي كيساهموا باش ينجح هاد الصدقه اللي كتكون فيها صله الرحيم التقارب ما بين الناس والتعارف والالتقاء اللي عمره ما شاف صديق ديالو يتلقى في هاد الصدقه. ان شاء الله دائما نعطي واحد التعريف بسيط واحد التعريف على هاد المنطقه ان شاء الله بحول الله كما العاده. كم الله ومحمد بن بنوات تغاسروت دوار ولاد الحاج إعلاون. وبلا شك أنكم الجميع كيعرف على أنه سي علاوي فتحي سي علاوي فتحي اللي هو رئيس البلدية ديال إكليم وفي نفس الوقت برلماني في عملات بركان كيقوم كل سنة بهذا الوعدة اللي هي موسمية واللي كيساهم فيها أكثر من 80% والباقي كيساهموا بها بعض المحسنين. وراكم تشوفوا جميعا كتشوفوا شحال تاع الإخوان اللي كيرحلوا من بركان من تافوغات من ولاد عبو من وجدة من تاوريرت وخاصة هذه الوعدة كتندار في مساء يوم السبت. ومساء يوم السبت كيكونوا حملة القرآن بحال البارح كان 27 في الشهر وهو يوم السبت اجتمعت ما يزيد على 70 من حملة القرآن الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. والحمد لله واليوم رحنا في 28 يوم الأحد 2024 فكذلك كان بشار لا يحصى في هذا المكان الله يخلف على المحسنين. وحنا دائما ان شاء الله كل سنه غادي نعاودوا لهذا الوليمه اللي هي معروفه في المنطقه الشرقيه ونطلبوا الله عز وجل يغيثنا هي الاول بالامطار باش الناس تفرح وتزيد تفرح. ايوا اللي ناويين نطلبوا الله عز وجل يقضي له وهذه هي. ايوا وانت كذلك اللي جيت عندنا حتى لهذا مرحبا بك مرة أخرى.
ومرحبا بك في السنة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم. وهذا اسمح لي نزيد، هذا المكان اللي رحنا فيه سميتو تغاسروت. تغاسروت هذا تغاسروت معروفة، باش معروفة؟ من ولاد الهبيل. ولاد الهبيل الكثير كيعرف على أنه هذا ولاد الهبيل أول حكومة ديال المغرب. لما استخلينا رئيسها الأول هو كان الرئيس الهبيل البكاج، راه معروفة. وهاد تغاسروت كتبدي من هذا المكان، عندنا تقربوس، تزاغين، جعرة، حتى النجاجرة، اللي هي هذه هي تغاسروت. والاسم الواحد اللي كيجمعها تغاسروت، تقربوس، تزاغين، وهي أولاد الحاج، معروفة بأولاد الحاج، حنا أولاد الحاج. إيوا بارك الله فيكم، مرحبا بكم السنة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم. سلام خير. سلام الحاج لاباس. تبارك الله. عبد الله دورت عليك البارح. حلي يا عبد الرحمن الركاديت. اللهم بارك. هذا واش يا عبد الرحمن؟ هذا واش كاين هنا؟ قال بحال تبع القناطر تاع اللحم. شحال اربعة القناطر تاع اللحم؟ تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك. هانتوما شوفو تبارك الله، اللهم بارك. هذا دليع ولد التيخ. ادخل يا بغيت تدخل. ادخل. بس بردينا بس بردينا انا بغيت تدخل بس بردينا. انت خير تبارك الله.
انت تبارك الله بارك الله. باش غادي تعمروا مسا بعد ما نجيب شويه الشبكات؟ واه غادي نديرهم الشبكات واه ان شاء الله. واه غادي نديرهم الشبكات واه ان شاء الله. خير تاع سيدي ربي. السي عمر هو هنا. السي عمر. السي عمر خدام ولا خدام ولا خدام. زكريا تاكل الخبز. السي وليد راه خدام. ولهم يجيبوا الشباكي. وقتها يجيبوا الشباكي واه. وعده تقام كل سنه الحمد لله الخير موجود المساهمين نتاع بركان يعني كاين الخير الحمد لله يعني بنادم يتشاوف بنادم يتلاقى مع الوجوه يعني بادره حسنه طبعا والحمد لله شكرا باش كاوجب شكرا على بركة الله بسم الله بركة بسم الله 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 الناس اللي ساهموا في هذا الشيء وتمناو عام خصم من عام ان شاء الله عام خصم من عام ان شاء الله معاهم يلا الاولاد يلا 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 يخلف على على هاد الناس اللي راهم يخدموا نعم سيدي اللهم بارك اللهم بارك تقريبا كاين ازيد من 230 قصعه تقريبا وشوف تبارك الله شوف تبارك الله القصعه قداش شوف تبارك الله القصعه قداش كبار بسم الله الخير تبارك الله عليك السي عبد الله بسم الله الخير اللهم بارك هاك هاك كفر وهاك فوتي فوتي يا الله اللهم بارك يا رب هود 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 الوقت ما تبقاش قاعدين تما هود 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 ها تبارك الله تبارك الله اللهم بارك تقريبا كان ازيد 230 تقريبا قصعه تبارك الله كل شيء بس الغرفه ديالك اولدي بس الغرفه ديالك بس الغرفه غير بلاتي مساحتها والله الا فيها راه الخزاره واحد المجموعه تكلم يلا يلا سي يلا راه سعيد بارك لا بلاتي شد عليه شد ها هو ها عيش معايا عيش معايا عيش معايا اللهم بارك تبارك الله اخوي التبوك عبد الله راه لهي القدام والو عندهم بالله زيد 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 الله يبارك الله يبارك هاك 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 لا لا اجيب الخبز هنا واه 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 اجيب الخبز هنا اي شيء هاك يا مولاي ولا تما غادي هما شوفوا بلا جمال هاك
اللهم بارك تبارك الله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله ولادي شي واحد يلاحظ عليك ولا يجي لحد غادي يلاحظ عليك علاه غادي يلاحظ اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم اجعلها صدقه مقبوله يا رب العالمين. تقريبا كاين ازيد من 230 تبصير قصعه تقريبا هذا كل طبله تقريبا فيها 10 الناس اللي كيديروا فيها 10 الناس كل طبله هاكوا حد 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 خوف هكا 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 صافي سير عجيب زيد كنا نبداو منا الخير اولدي كاع ما تقول لي الخبز اعطيلو الخبز اعطيلو اروح ليك تما اروح ودما موارد تاع زيد قاوة ما سهل
اللهم بارك. هي الله مشيت كذا غير بلاستيك. أكيد جاله الدكتور. رحنا عفوش رحنا. شوف سالفة كم الواحد. وكيعاد. كم حد شرين؟ رحنا. أكشفهم. واه. لا السلام عليكم كيراك داير؟ السلام عليكم راك مزيان صحتكم؟ غادي يدير في التلفازة. غادي تفرج في التلفازة. الصحة هربوا ديالك كداير لاباس؟ لاباس الحمد لله صحتكم؟ صحة الله يحفظك. السلام عليكم. إن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا دينا الا اديته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واياكم المجالس التي تحف الملائكه وتنزل عليه السكينه وتخشاه الرحمه ويذكرهم الله في الملأ الاعلى. اللهم اجعلنا واياكم من الذاكرين، اللهم اجعلنا واياكم من العاملين، يا رب اجعلنا واياكم من المتبعين، ولا اجعلنا واياكم من المبتدعين. اللهم يا رب انصر هؤلاء الاطفال، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم اسعدهم بصدرك الجميل، الله يمشيهم في رضاء الله ورضاء الوالدين، اجعلهم خير خلف لخير السلف، اهديهم نبات الحسنه، لمرض الله يشافيه، يا رب شافي كل مريض، يا رب شافي كل مريض، وعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم قوي ايماننا، اللهم فقنا في امور ديننا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اسكن الغيث يا رب العالمين، ولا اجعلنا من القانتين. يا رب انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال عن النار. اللهم يا رب اجرنا من النار برحمتك، وادخلنا الجنه برحمتك، واخر ايامنا خواتنا، اخر ايامنا يوم لقائك، واخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كذلك الإخوة الواحد المحسن كذلك واحد
البيت ديال الماء. اللهم يا سيتو اللهم يا رب استره بستك الجليل، يا رب استره بستك الجليل. اللهم اصلحه ظاهرا وباطنا، يا رب شيبه على طاعة الله. اللهم اكثر لديه الخير واجعله من اهل الخير. اللهم اصلح له الاولاد. اللهم خذ بنا وبه الى كل خير. اللهم احفظه اينما حل وارتحل. اللهم يا رب استره فوق الارض، استره تحت الارض، استره يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم غلبوا عن نفسي والشيطان. اللهم عاونوا على الدين واليقين. اللهم شافي مرضاه وعافي اصحاءه والدين ديالو. اللهم شدد عليهم النظرات. اللهم شدد عليهم الرحمات. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه. اللهم اسكنوا فسيح جناتك يا رب، قابلهم بعفوك ولا تقابلهم بعدلك. متعنا ومتعهم النظر الى وجهك الكريم خير ايامنا وايامهم ونلقاك يا رب العالمين. امين امين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.